شوفي ما في شيء، بس تذكرت انه مايانك لساته هربان وما تحاسب. اشكي وحياتك للاقيه وخليه يتعاقب كمان، لا تاكليهم. هذا التافه لما بلاقي رح ضل اضربه لحتى يموت. انا رح خليه يركض من محطه اجميري للمطار الدولي. اشكي انا بدي احاسبه بايدي. شوي خلص خلص قعدي شوي. انت رح تضلك عدوانيه حتى بعد الزواج؟ المدام اشكي رح تكون كتير خطيره. انا مو مصدق انك احمريتي خجل لما سمعتي عن الزواج. شو يعني انت مفكر انه انا ما بخجل؟ انا اصلا بنت خجوله كتير. ايه صدقتك كتير. عم قلك الحقيقه. ليك صاحب قاتل لحتى اوصل واخذ كرسي بالباص، بس لما باخذ كرسي بقعد بمكاني وبسكت، ما بحكي مع اي حدا ابدا. انا ما عم صدق اشكي انه هالشي عن جد عم بيصير. برايك نحن مستعجلين شي؟ ما بعرف. طيب شو رايك نجرب؟ منقدر نجرب؟ ايه؟ آسف آسف. يعني لوقت ما أتعلم على وضع أخي أهان الجديد وتعلم دق الباب الأول بدي شوية وقت. خلص أنتوا خدوا راحتكم كفوا. أخي أنت رح تتزوج بعد كم يوم، لازم يكون عندك صبر يا أخي. انت لوين رايح؟ حطهم هون. انت لازم تنتبه، كارتيك وريتو وين راحوا هلا؟ المراسم رح تبدا. ريا أنا عن جد ما بعرف كيف بدي أشكرك على اللي عملتي. ما بدي تشكريني فوراً. إشكي شو قصدك؟ فيكي تشكريني بعد ما تتزوجي فعلاً. أنا عن جد ما كان بدي أخذ مكانك. هو ما كان مكاني من الأول، ومع هيك شكراً إليك. موفقة بحياتك. يلا بسرعة. لو سمحتوا مين إشكي هون؟ سونو؟ هن ليش إجوا لهون؟ شو اللي صار؟ ما بعرف. تفضل أنا بكون إشكي. نحن هون إجينا لنخبرك إنه الشكوى اللي قدمتيها ضد الشاب مايانك لأن هو هاجمك أنت وحاول إنه يعتدي على الأنسة سونال. بدي خبرك إنه بلشنا بالتحقيقات هلأ. إذا أنا خبرت حدا عن هذا الموضوع وقت الزواج حيلتغى عليكي. معقول الست سارلا تقبل سونالك اني اله؟ اذا عرفت هالشي هي رح ترجعها فورا.
إذا أمك اكتشفت هالشي هي رح ترمي سونالي برا البيت. انتي لازم تمرقي لعنا على مركز الشرطة بأي وقت بنطلبك فيه. ماما؟ عن جد ميانك اعتدى على سونالي؟ لك معقول انتو خبيتوا عنا شي خطير مثل هاد؟ ست سارلا، ما صار شي من هاد. انتي سونو، انتي حدا تاني لمسك قبل ماما؟ راش ماما، ماما بترجاكي اسمعيني. لك شو بدي اسمع؟ قديش لسه لازم اسمع؟ بس استنى وشوف انا شو رح اعمل. ست سارلا، امي استني. أمي، يا ربي هلأ أهان رح يفهمني غلط مرة تانية. بعد اللي صار أهان رح يلغي ارتباطه بإشكي على الأكيد. انت غلطتي لما دخلتي مشكلة حفيدتي بيناتكن يا ريا. تجرأي تخلي حفيدتي وسيلة لتنفسي خططك. أنا حفظت هذا السر منشان تكون سعيدة ومرتاحة بحياتها. أنا تركت ميانك وما خليتهم يلاحقوا منشان سعادتها. أنا خاطرت بكل شيء منشان سعادتها، وإنتي إجيتي ودمرتي كل حياتها. أنا آسفة ستي. بس اخرسي، مين طلب منك إنك تشغلي عقلك؟ إذا زواج بنتي سونالي تدمر، أنا ما رح أرحمك أبداً. آسفة ستي، ما عرفت شو أعمل، ما كان عندي خيار تاني لفرق بين أهان وإشكي. أوه هيك بتعملي؟ خبرتي حماتها الحقيقة. أنتي دمرتي حياة بنتي كرمال تحققي سعادتك. ما بس الصراحة هاي الحقيقة كانت رح تنكشف شي يوم. أنتي ما بتقدري تخبي الحقيقة كل حياتك مو؟ إذا زواج حفيدتي بيلتغى وقتها أهان ما رح يخلي هالشي يصير. نحنا كلنا منعرف هالشي منيح. طالما أهان موجود الست سارلا ما رح تخرب هذا الزواج. بلشي صلواتك وادفعي قرابين للمعبد. صلي انه زواج سونالي ما يخرب. اذا البنت الوحيده بعيلتي رجعت على البيت بعد زواجها، انا رح دمر لك كل حياتك. عم تفهمي؟ انتي ما رح تصيري كن لاي عيله ابدا. ما رح يصير اي شيء ستي، خلي ثقتك كبيره باهان. اهان ما رح يخلي هالشيء يصير. بكل الاحوال الموضوع انكشف هلا، لهيك خلينا نستفيد منه ونحاول نحرض اهان ضد ايشكي. هاي الفرصة الوحيدة لنخلص منها. بس ادعي وصلي انه زواج بنتي ما يتأثر ابدا، لانه هلأ صرتي بتعرفي انا شو ممكن اعمل فيكي. فهمتي؟ سمعت كنتي، صارت هلأ بالاراضي، ما رح خليها عندي دقيقة واحدة. ماما ماما وقفي، انتي شو عم تعملي؟ ماما لو سمحتي اسمعيني، شو ما كان اللي صار فهو مو غلط هلا سونالي. معناتك كان عندك فكرة، كنت بتعرف كل شي وخبيت عني. ماما شوفي ردت فعلك ورح تعرفي الجواب. ماما أنا عم خبرك إنه ما صار شي، سونالي كانت بخطر وإيشكي هي اللي قدرت إنه تنقذها. وإنت صدقتها يا حمار؟ هي ما خبرتني ماما. مين لكان؟ ميانك هو اللي خبرني. وإذا أنت عن جد مو مصدقة كلامي فيكي تروحي وتسألي أهان وسته عن القصة. الكل بيعرف الموضوع، حتى اللي من برا البيت بيعرفوا، بس أمك ما بتعرف شي. ماما الولاد بس يتزوجوا بيصيروا تحت رحمة نسوانهم، بس انت هلأ قاعد وعامل لي محامي دفاع عنا كمان. امتى صار هالشي؟ الليلة اللي كانت قبل العرس. كل هذا صار قبل العرس؟ وانت رضيت تتزوجها رغم انك بتعرف انها واحدة عايبة؟ لك راج حتى انت ما بترضى انك تركب سيارة مستعملة، كيف رضيت انك تتزوج من هيك بنت؟ لكان انتبهي لكلامك منيح. راج حاشة تقولي راج ماما. وقتي صوتك ولك. انت عم تحكي مع امك، انتبه. هاي البنت عملت لك سحر لهيك عم تحكي مع امك بهي الطريقة الوقحة. انا كنت فخورة انه ما عندي حتى شرشف منضيف في بيتي، بس جبت بنت وسخة مثل هاي كنا لقيلة على البيت. سونالي صارت عار على شرف عيلتنا كلياتها،
وأنا ما رح أسمح ولا أقبل بهذا الشي، فهمان؟ ولو ضل يوم واحد بس في حياتي. حماتي بترجاكي لا تقولي هالكلام. روحي نقلعي من وشي ولك عايبة، أنا بفضلك بعدين، روحي من هون هلا. يلا نقلعي نقلعي ولك نقلعي من هون. ماما شو هاد اللي عملتيه؟ سونو ما رح يصير شيء. أنا رح أحكي، خلاص رح أحكي مع الست سارلا. ما بقى تبكي أخي. أنا كنت مخبية هذا الموضوع وضل بيننا أنا وراج، بس كيف صار كل هاد؟ ليش إشكي عملت كل هالشي معي؟ أنا متأكدة إنه في شي غلط بالموضوع. شو صار؟ ست سارة لزعجتك؟ أنا آسفة كتير سونالي، أنا حاسة بوجعي. أنا لسه ما عم أفهم إشكي ليش لحتى تعمل هذا الشي، وليش أنت خليتها تعمل هيك؟ أنا متأكدة يا ستي إنه أهان ما بيعرف بكل اللي صار، لو كان بيعرف أكيد ما كان سمح لها أبدا. يعني تصرفت بلا ما تخبرك؟ عملت كل هذا الشي من ورا ظهرك؟ أنا قبلت وجودها هون بسببك، أنا كنت عم حاول حقق رغبتك، بس أنت قلي هي ليش عملت هالشي؟ ماما أنت كيف هيك بتعملي مع مرتي؟ راسو لا، ولك لا بقى تقول مرتي عليها، ما بدي اسمع هالكلمة هون مرة تانية. سد بوسك بقى. هي البنت العايبة مستحيل إنه تكون كنتي، وهذا قرار نهائي. شو بده يصير؟ كيف بدنا نحافظ على زواج أختك ابني؟ ستي أهان ما رح يسمح إنه يصير شي شو ما كان اللي عملته. أهان رح يصلح كل شي. شوفي أنا بس تذكرت إنه ميانك لساته هربان وما تحاسب. إشكي وينها؟ وينها إشكي؟ كارتيك أنا ما عملت أي شيء، كل هاد بس. طبعاً حدا تاني عمل هيك، هالشي واضح أكيد مو أنت. بس مين اللي عمل هذا التصرف؟ وليش الشرطة ذكرت اسمك أنت؟ أنا ما عم أفهم مين هو هالشخص وشو رح يستفاد من تدمير علاقة سونالي وراج ويخرب زواجهم كمان. مايانك مايانك لا، بس مايانك مستحيل يقدم شكوى ضد حاله، هو صح حقير بس مو مجنون. رح نعرفه مين ما كان اللي عمل هيك. أنا ما رح اسكت له وما رح أرحمه أبدا، بس السؤال لسه نفسه هلا، مين اللي عمل كل هالشي؟ ليش ليكون في حدا بده يدمر زواج سونو؟ أو ممكن يكون ما بده يدمر علاقة راج وسونالي، الهدف إنه يدمر علاقتي بأهان. شو قصدي؟ بقصد إنه هنن استخدموا سونالي، بس هي ما كانت الهدف. حدا بده يخلق خلاف بيني أنا وبين أهان لنفترق عن بعض. هذا الشيء مبين غريب كتير، بس هو ممكن. أي بالضبط، أهان هلأ بيكون معصب مني كتير، هو ما رح يسامحني بعد كل اللي صار مع سونالي هلأ. سيد فيرين هو أكيد عنده جواب لكل هذا الشيء. إيه، وعلاقاته قوية. اسمعي، أنت تعاملي مع أخي أهان وتركي الباقي للعميل السري كي إم. مين كي إم؟ شو بك، هذا اسمي أنا، يعني كارتيك مالهوترا مانو مناسب لهي العملية، لهيك أنا العميل السري كي إم. أنت نسيت حدودك وتعاملت معي بطريقة كتير سيئة راج. هنن حتى بهاي القصة خدعوني، هاي البنت سمعتها مو منيحة وعايبة ولزوة فيك. نحن كيف بدنا نقدر نهديها؟ سونو ما في قوة بالأرض بتقنعني إنك واحد مو أعمى وما أنا قادر تشوف أي شيء قدامك. ماما أنا ما بقدر أسمع أي شيء سيء بحق سونالي، عم تفهمي علي؟ هي آخر مرة بخليكي تحكي عنها هيك. ما يانك بعد ما عملته فرك وراح. أمي خلاص، حديثك معي بهي الطريقة وبصوت عالي هيك ما رح يغير شيء من الحقيقة يا راج. سونو أنا ما بعرف كيف صار كل هالشي، بس أنا ما حكيت شيء، أنت بتعرفي منيح أنا مستحيل أعمل هيك شيء. لكن ليش الشرطة ذكرت اسمك؟ شافوكي بالمنام يعني؟ أكيد أنت اللي قدمتي الشكوى. أنا ما قدمت شيء. بلا، أنت اللي قدمتي الشكوى ودمرتي حياة حفيدتي سونو. ستي أنا ما قدمت أي شكوى،
أنا بحلف لك بروح أمي، ومو هو الشيء المهم هلأ، المهم إنه نحكي مع الست سار الأوراج لحتى ننقذ زواج سونالي بسرعة. كيف بدنا نحكي؟ طلعتنا وسكرت الباب بوشنا. كان لازم تفكري قبل ما تعملي هالشي. العيلة، السمعة والكرامة كله صار على المحك هلأ. وشو ممكن إنه نتوقع من بنت مثلك؟ أنتي ما عندك عيلة، لهيك كيف بدك تعرفي أهمية العيلة؟ انتي بتصدقي اني بخرب سمعة هاي العيلة بعد ما خربت حياتي مشانها؟ انتي عن جد بتصدقي اني ممكن شوه سمعة هاي العيلة؟ او اني ضركن بشي؟ ليش؟ سمعتيها؟ هي عم تعد محاسنها هلأ، هي عم تلومنا بدال ما تعترف بغلطها. اشكي مو غلطاني ابدا يا ستي. لو هي مو مقدرة العيلة وسمعت العيلة ما كانت ضلت ساكتة 6 شهور. هيك ولسه ما كان إلها علاقة مع العيلة، ومع هيك هي لغت ارتباطها مع مايانك، هي تركت شغلها وبيتها، هي تحملت كرهي وتحملت بهادلي إلها. ليش؟ بس مشان أختي سونا ومشان سمعت العيلة. هي دعمت سونا وساعدتها لما كان أخوها بعيد عنا، ولما ما كانت ستة معها كمان. نحن عرفنا عن ندالة مايانك بسببها، هي أذت راسها وانجرحت بسبب مايانك. البنت اللي خاطرت بحياتها ليش عم تحاول تخرب زواج سونو هلأ؟ هذا الشيء واضح. إشكي أكيد مو غلطانة. أنت معك حق أهان، بس سمعت الشرطي شو قال صح؟ مرت عمي في معنى وقت كتير لنعرف مين عمل هيك. هلأ كل شيء بهمنا بهذا الوقت إنه نحكي مع الست سارلا ونصلح كل شيء صار. أنا ما بكيت لما صرخت علي، على قد ما بكيت لأنك واثق فيه. شكراً إلك لأنك صدقتني وما كنت قاسي اليوم. هاي البنت أكيد عاملة شي سحر لآهان، هو دائماً بفكر بإشكي وبيدافع عنا كل الوقت. ما في طريقة لنقول أي شي ضد إشكي قدامه أبداً. حبيبتك إشكي رائعة مو هيك؟ يلا اسألها هي كيف بدها تلاقي حل وتعالج هذا الموضوع. عود الإبر هون مع مرتك العايبة، أنا ما بقى فيني ضل هون ولا دقيقة. ماما حاولي تتفهمي، بترجاكي اهدي شوي. ما في شي لحتى أفهمه. ماما ما فيني أتحمل شوفت خليتها لهالعايبة. ماما لا تعملي هيك، ماما بترجاكي وقفي. ماما ماما ست ماما استني شوي، اسمعيني. ماما اسمعيني شوي، اسمعيني اسمعيني يا ست سارلا. بترجاكي ست سارلا. ماما بترجاكي ست سارلا. ست سارلا بس مرة رجعي خليني أحكي شوي. اسمعيني شوي. ماما بترجاكي ست سارلا. ما بيصير هيك ست سارلا. ست سارلا إذا بتريدي لو سمحتي خلينا نقعد ونحكي شوي. لا تنسوا إنكم خدعتوني وأهنتوني بما فيه الكفاية. هاي العلاقة انتهت ميات عندي، لا هي بتكون كنتي ولا أنا بكون حماتها من يوم ورايح. خلينا نقعد ونحكي شوي، روق شوي وخلينا نتفاهم. احكي لك شي كلمة. انتي خلصتيها او بدك تكملي فيها؟ شو هي التمثيلية؟ مفكرتيني عم مثل؟ ليش انتي بتعرفي شو صار لي؟ شو صار لك؟ قلي لي شو اللي صار معك. انتي كيف بتعتبري حالك الضحية بالقصة؟ خبريني. هن نخبوا عني هيك سر كبير؟ وليش هن نعملوا هالشي ست سارلا؟ شو بيعرفني انا؟ انتي من جنوب دلهي وبتحضري القنوات الأجنبية وبتاكلي البروكلي كمان وعندك جهاز رياضة بغرفتك، معناها انتي حماية عصرية. ايه اكيد. انتي بتعتبري كنتك كأنها بنتك؟ ايه. لكان ليش عم تتصرفي بهي الطريقة؟ وشو لازم اتصرف؟ مثل ما لازم تتصرفي اذا كانت سونو بنتك الحقيقية مو كنتك. كنتي عملتي هيك لو انها بنتك؟ كنتي فكرتي بحالك بس ونسيتي باقي؟ لا تتجرأي وتحكي. يا عمتي آسفة إني خبرك إنه أكل البروكلي ومتابعة البرامج الأجنبية وجود جهاز رياضة بغرفتك ما بيخلوكي حماية عصرية. الحماية بتصير عصرية لما بتعامل كنتها كأنها بنتها. بس أنتي مو قادرة تعملي هالشي. شو نفع متابعة البرامج؟ كل شي على الفاضي صح؟ إيه صحيح. كتير
كتير سهل إنه نحنا نحكي كلام كبير مثل هاد، بس لما الموضوع بيوصل لابني وقتها ما فيني فكر شو الصح وشو الغلط. الطبيعي إنه الأم تهتم بابنها، فهمتي؟ لما أبوه لميانك اكتشف حقيقة ابنه اهتم وفكر شو الصح وشو الغلط. هو كان بده يطلب الشرطة ليجوا يعتقلوا ابنه. بتمنى لو إنه يفيق من الغيبوبة. وقتها أنا رح خليكي تحكي معه، يمكن وقتها أنت رح تفهمي شو مفهوم الصح والغلط عن جد. بس يا عمتي، أنت شو عملتي لما عرفتي الحقيقة؟ أنت عصبتي على سونا وبهدلتي العراج، أنت عصبتي على عائلة سونا وعصبتي على الكل. ممكن تحاسبي أي حدا، بياع الحليب، جارك، جارتك، وأي حدا، بس أنت ما رح تعملي شيء للشخص المسؤول عن كل هالشي، ميان كل وسخ. بس بسببك أنت، بس بسببك أنت هو حر طليق هلأ كرمالك. مجرد التفكير بهذا الشيء لازم يخليكي تكتشفي الحقيقة، ووقتها رح تشعري بالسوق، انتي رح تعصبي وما رح تدعميه على الشيء اللي عمله. ما حدا قدم أي شكوى ضد ميانك، وبدل ما تكوني معصبة منه قاعدة عم تعصبي على الكل ما عدا. أنا رح أقول لك شيء، اشكي معها حق بكل كلمة قالتها. اشكي تعالي معي. لا أهان، اليوم أنا بدي أحكي وعمتي سارلة بدها تسمعني. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.